بوقت إصابتي كنت موجود بالبيت، كان عندنا يوم عرس لقاربي، أتصاب، كنت بالمدرسة، رجعت على المدرسة، تغديت وكنت عم حط أكل لوالدي، ووقتها إجا صاروخ على البيت وتصابت. وبعدها صار انقطعت رجلي، وبعدين أنقذوني، أخذوني لغرفة ثانية، كان عتم كثير من الدخان، وأمي فتحت البواب فما كان حدا شايف، كنت وقتها أتشاهد، كنت فتوقع أني رح موت. بعد ما تصابت أنا كنت صاحي، يعني كنت شايف وسامع كل إشي. أول أسبوع أسبوعين ما كنت بعرف أنه رجلي مقطوعة، هي انقطعت بنفس اللحظة. تأقلمت مع الإصابة، يعني ما توقعت أنه رجلي رح تروح.